نقف اليوم في سلسلة الوقفات التي تنظمها مجموعة العمل الوطنية وعدد من الفعاليات كل أربعاء وجمعة. خصصت هذه الجمعة من أجل إدانة المجازر والعدوان الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية مع الكيان الصهيوني، عدوان على الشعب الفلسطيني الذي يهجر ويباد ويقتل. إدانة للمواقف الأمريكية في مجلس الأمن التي يعني رفضت إيقاف العدوان وإدخال المساعدات لأهلنا في فلسطين، وإدانة أيضا لمختلف الجرائم المرتكبة في حق أهلنا في فلسطين، وأيضا تذكير بالمواقف موقف إلغاء مطالبة الدولة المغربية بإلغاء التطبيع وكافة الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني الغاصب. احنا تستنكروا هذا العدوان الصهيوني على فلسطين كاملة، ماشي على القطاع غزة، وتستنكروا عاوتاني الدعم الإسرائيلي اللي تدعموها بالأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة. وحنا تنطالبوا من المسؤولين المغاربه باش يحيدوا المكتب ديال الصهيوني بالرباط، وتنادي الحكومه باش يديروا حل مع هاد الصهاينه، وبالاخص الشباب اللي كاين اليوم. تنطالبوا انا بصفتي انا تنطالب باش نمشي جاهد في سبيل الله بصراحه، ما زعما جاهد في سبيل الله، ولكن خصنا كيفاش نديروا الطريقه باش نمشيو حنا لفلسطين. هذا هو الهدف ديالنا من هنا، بارك من هاد التعدو، بارك ما سميتو هاد الحقره ديال المسلمين. وتنطلب من المسؤولين كاملين في العالم الاسلامي والعالم العربي باش يدير الحد لهاد الصهاينه، لان واحد الكتله قليله وحنا مليار تبارك الله ونص ديال المسلمين، حنا كون شدوهم غادي ندوبوهم كاع كما دار لهم هتلر. بصراحه حنا تقهرنا ومجروحين في القلب ديالنا من الداخل، ولكن ما عندناش واحد الجهد اللي غادي نوصلوا حنا لفلسطين. وتنصرنا اليمنيين، وتنصرنا حماس، تندعموا من النصر ديالهم، وتنقول داك الحكومه الفلسطينيه بارك من داك التلاعب بالشعب الفلسطيني. هاد حضورنا لهاد الوقفه هو واحد الواجب من اجل نصره اخواننا في فلسطين، وابراء لذمتنا تجاههم، وايضا للمنادات باننا ضد كل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وايضا نجدد دعوتنا مع عموم الشعب المغربي لاقفال مكتب الاتصال، وايضا حل اللجنه العار ديال الصداقه البرلمانيه. فهذا اقل ما يمكن القيام به نصره للشعب الفلسطيني، وقيامنا بالواجب تجاه واحد القضيه وطنيه تنعتبر باننا المغاربه كاملين متوحدين معها، كما اننا متوحدين مع الوحده الوطنيه ديالنا. امريكا الارهابيه، جرائم صهيونية.